سيد عثمان سكيم يكون منظم الحدث اليوم وان شاء على لحنه العذب تهمي الدموع ونور الملك يدور الدنيا ويا حسن فكان اعتلاء وكان ارتقى وكان صباح جميل الضياء. الندوه هذه تمت الاعلان عنها من قبل المركز اللي احنا موجودين فيه تو الان، وهدفها هو ما هو دور الروايه الشفويه في كتابه التاريخ الشفوي لليبيا. وزي ما حكينا ان التاريخ الشفوي هذا هو مصدرنا الوحيد لكتابه تاريخنا الغير معروف، لان لا دون في كتب ولا في مذكرات ولا في كثير من الامور، وبالتالي كانت الروايه الشفويه هي المخرج لنا لايش انقاذ ما يمكن انقاذ من تاريخ ليبيا عن طريق الروايات التاريخيه الذي له رمز في هذه المدينه. احييكم على هذا الحضور الطيب المبارك، كما أني أشكر البروفيسور من أسسوا هذه المنظمة وحدوا لهم الطيبة التي تسامعت عنها عن بعد ورأيتها اليوم عنكم، ثم شفت الشجرة أمام تقلبات الزمن. فلذلك معرفة التراث أمر متاع التأليف، فقوم قومية مصدر صناع ابن القيم. أما الهوية فالهوية قد اشتقت من كلمة عن المصالحة الوطنية، الكلمة اللي قالها ديش السنوسي حتى على فات والساس على ظلة، حاول نجمع ميثاق يسموه ميثاق الحرابي اللي دروه العبيدات والحرابي اللي موجود في الجبل الأخضر، وتموه في حوش علي باشا العبيدي، ثم بعدين انتقلوا به وين؟ إلى جماعة دارنا، بحيث أن تكون هذه الرابطة حضر وبوادي صحة التعبير أو حضر أو فأدى إلى مصالحة وطنية في ذلك الوقت، وأن سوف لن تكون هناك مطالبة لأي ثار أو لأي اغتصاب أو لأي جريمة إلا بعد أن يتم الاستقلال وإرساء الدولة، بعدين توجد المحاكم موجودة لحل النزاع ما بين الناس. وياريت إحنا نقتدي بهذه التجربة ونعمل هذا الموضوع ونرجي كل مشاكلنا وكل ما لنا من ما أخذ على غيرنا إلى المحاكم عندما تقوم الدولة إن شاء الله بعون الله تعالى.